بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثالث بمتوسطة معالم التربية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتي الخالدة في موضوع الرسم الإملائي، رسم بعض الكلمات المحذوف بعض أحرفها كهمزة الوصل والألف اللينة المتوسطة والمتطرفة والنون رسما صحيحا. كما ترى أمامي صورة في المربع الأعلى وصورة في المربع الأسفل، أملأ الفراغين التاليين باسم إشارة مناسب للصورة. هنا أقول هذا مفرد، هل هو مذكر أو مؤنث؟ هو مذكر. أقول هذا أم هذه؟ أقول هذا كتاب. ثم في المثال التالي أقول هذا ساعة أو هذه ساعة، هذه ساعة. كما ترى تكتب الكلمتان بهذه الطريقة أمامك. أقول أتنبأ بالأخطاء الإملائية التي قد يقع فيها من يريد كتابة كلمات تشبه الكلمات السابقة، كلمات تشبه الكلمات السابقة. إذا أردنا أن نعود إلى التحليل المقطعي للكلمة، فكلمة مثل هذا كيف نحللها مقطعيا؟ هذا، هذا. كما ترى ماذا نطقت بعد الهاء؟ هذا. واضح أنني نطقت ألفا، ولكن هذه الألف لم تكتب كما ترى في هذه الكلمة. وإذا أردت أن تحلل مقطعيا هذه الكلمة أيضا، هذه، هذه أيضا. هنا بعد الهاء ألف نطقت ولم تكتب. فمن أمثلة الكلمات التي بها حرف أو ألف تكتب تنطق ولا تكتب، لكن الرحمن وما إلى ذلك. تنبأ أنت ببعض الكلمات التي تشبه ما ذكرنا. أجري موازنة شفهية بين الموازنة الشفهية المقصود بها التحليل المقطعي للكلمات بين كلمات المجموعة ألف والمجموعة باء من حيث القراءة والكتابة. هكذا، هكذا، ها هنا، ها أنا، ساكت، هذه، لماذا، ها كذا، ها أنا، ها ذي. كما ترى، كما تسمع، كما ترى وكما تسمع. فأنت ترى هنا لا ترى ألفا قد كتبت في كلمات المجموعة ألف، ولكن إن أردنا التحليل المقطعي للكلمات فإننا سنلاحظ نطق ألف بعد الهاء في الكلمات الثلاث من المجموعة ألف. ها كذا، ها أنا، ها ذي. بها ألف تنطق ولا تكتب، والمجموعة باء وافق المنطوق المكتوب. اكتب قائمة بما تعرفه من كلمات حذف بعض أحرفها، مثل كلمة ابن في حالات خاصة، لكن
ذلك ذلك أولئك. فنحو هذه الكلمات أيضا بها ألف تنطق ولا تكتب. هذا هذه هذه هذان هؤلاء الله الرحمن. فتلاحظ في هذه الكلمات جميعا وجود ألف منطوقة وغير مكتوبة. أتأمل الكلمات الملونة لأجيب وفق المطلوب. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: استخدام الإنترنت أمر مباح شرعا، ولكن في حق من يستفيد من فضائل الأعمال والأخلاق والتزود بالخير. أحدثت الطفرة الإلكترونية ثورة تحولية في نظم وأساليب وطرق الاتصالات والوصول إلى المعلومات واستعادتها، وأحدث ذلك تأثيرا مباشرا في حياة الناس. أصبح من الممكن جدا طلب أي نوع من الأخبار وقت ما تريد، وكذلك تحديد البرنامج الذي ترغب في مشاهدته. أولئك الذين عاشوا في الفترة ما بين عام 1261 وعام 1338 تعرضوا لطفرة تقنية كبيرة ومؤثرة. هذه ليست دعوة لإلغاء العلم، بل دعوة إلى تغيير النظرة إلى العلم. أنسخ الكلمات الملونة في الفراغ التالي. طبعا هذه الكلمات كما تلاحظ كلمة ابن فيها ألف، هذه الألف تنطق ولا تكتب، ولكن بشرط أن تقع الكلمة كما ترى كلمة ابن تقع بين علمين، يعني معنى علمين يعني اسمين يدلان على الشخص وعلى الذات. محمد تدل على الشيخ محمد، وصالح تدل على أبيه. تقع بين علمين، الأول منهما ابن للثاني، محمد ابن صالح ابن عثيمين، فصالح هو ابن عثيمين فلذلك حذفت الألف أيضا، ومحمد هو ابن صالح فلذلك حذفت الألف أيضا. أما إذا وقعت بين اسمين ليس علمين كالمهندس ابن المهندس، أو بين اسمين أو بين علمين ليس أحدهما ابنا للآخر، فإن الألف تثبت. يقول: الألف في كلمة ابن لا تحذف في مواضع إذا ثنيت أو جمعت، أو إذا وقعت بين اسمين غير علمين نحو المهندس ابن المهندس، أو فصلت بين العلمين وكان أحدهما ليس ابنا للآخر. وكذلك إذا وقعت في أول السطر، يعني قدر أن تكون مثلا كلمة محمد في آخر السطر وكلمة ابن في أول السطر وبعدها صالح، ففي هذه الحالة فقط أكتب الألف رغم وقوع كلمة ابن بين علمين أحدهما ابن أو مولود للآخر. ومن الكلمات أيضا لكن وذلك وكذلك، وهي أسماء إشارة، وأولئك وهذه، كل هذه أسماء إشارة. أقرأ الكلمات السابقة بصوت منخفض. هل يوجد في الكلمات السابقة حرف ينطق ولا يكتب؟ أسمي ذلك الحرف. طبعا يوجد حرف الألف وهو
في هذه الكلمات ينطق ولا يكتب. أختار كلمة من الكلمات السابقة لأجري عليها العمليات التالية: أقرأها بصوت منخفض، ألاحظ عدد أحرفها، أحدد الحرف الذي ينطق ولا يكتب. في الكلمات السابقة كان الحرف الذي ينطق ولا يكتب دائما هو حرف الألف. الخاصية المشتركة في الرسم الإملائي في تلك الكلمات هو وجود الألف التي تنطق ولا تكتب. حذف الألف خطا، حذف الألف من الكلمة خطا فقط. أكتب الكلمة الملونة في الفراغ المناسب: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. كلمة ابن، الألف حذفت من أولها أم من وسطها أم من آخرها؟ طبعا من أولها. كلمة لكن، استخدام الإنترنت مستحب شرعا ولكن في حق من يستفيد من فضائل الأعمال. لكن الألف حذفت من أول الكلمة أم من وسطها أم من آخرها؟ طبعا من وسط الكلمة. أولئك بعد اللام، الألف هنا حذفت بعد اللام أي من وسط الكلمة. وكذلك في كلمة هذه، حذفت الألف بعد الهاء أي من وسط الكلمة. أكمل الفراغات التالية استنادا إلى الجدول السابق: تحذف التي تحذف الألف خطا من بعض الكلمات من أول الكلمة ككلمة ابن، إذا وقعت بين علمين الأول منهما مولود للثاني، أو من وسط الكلمة ككلمة لكن وهذا وهذه وأولئك وهؤلاء. ثم أتذكر في الإضاءة الجانبية أن الألف تحذف من كلمة ما الاستفهامية إذا أضيفت إلى من أو عن. أقول مما وعما، وتحذف النون من كلمتي عن ومن إذا دخلتا على من، مثل عمن وممن. كما تحذف النون أيضا من أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع إذا جاء بعدها لا النافية، مثل أنصحك ألا تهمل. ألا تهمل حذفت نون أن هنا، وهذا كله قد تعلمته في الوحدة الثالثة المسمات بأمن الوطن. أبحث في الإضاءة الجانبية عن كلمة حذفت الألف من آخرها ثم أضعها في جملة مفيدة عما، هذه هي الكلمة عما تبحث. أسجل ملحوظاتي على الكلمات السابقة في الفراغ التالي: تحذف الألف خطا من بعض الكلمات من أولها أو من وسطها. فأنا أحفظ هذه الكلمات التي تحذف منها الألف خطا وتنطق نطقا، فأحفظها حتى أجيد كتابتها إملائيا. وكل هذه الكلمات يدور حول أسماء الإشارة: هذا، هذه، أولئك، هؤلاء، وكذلك الحرف لكن، وكلمة ابن إذا وقعت بين علمين الأول منهما مولود للثاني. إلى هنا أبنائي نقول قد انتهينا من شرح هذا الدرس في الرسم الإملائي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون درسا يسيرا ميسرا، وواجبك ابني الغالي أن تتدرب على صياغة معلوماتك في الدرس
بأسلوبك وأن تتدرب على حفظ هذه الكلمات وكتابتها كتابة إملائية صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في حياتكم كلها وأن ييسر لكم أموركم. كان معكم أستاذ إيهاب يقوت معلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.